الناس بقى، الناس اللي هي كانت حطت بعض المدخرات في شهادة 18 او حتى كسرت شهادتها اللي كانت ب 9 و10 وحطيتها في 18، دلوقتي المدخر المصري بتكلم على اللي لديه بعض المدخرات يحط، يعني دلوقتي ال 14% دي بتحقق له ايه؟ ال 14% احنا لازم نحسب زي ما حضرتك قلتي معدل التضخم الحالي هو 15%، لكن معدل التضخم الحالي ده بيحسب الاسعار النهارده مقارنه بالسنه اللي فاتت. لكن البنك المركزي او البنوك لما بتطرح او بتعرض اسعار فايده جديده هي بتقول للمستثمر انت هتاخد 14% في مايو 2023، يعني اول سنه هياخده فيها في الشهاده، على اساس ان معدل التضخم كمان سنه ان شاء الله من المتوقع انه هيبقى ينزل عن المستويات الحاليه. فزي ما حضرتك عارفه ان في كلام كتير دلوقتي متهيألي على مستوى العالم ان اسعار السلع قد تصل ذروتها في الربع اللي احنا فيه حاليا، يمكن على يونيو ويوليو الجاي قد تصل اسعار السلع ذروتها، وده لاسباب عده منها رفع امريكا اسعار الفايده. فلو احنا بنقول كده احنا بنقول ان على مستوى التسع اشهر او العشر اشهر القادمين ممكن نلاقي اسعار التضخم في مصر، معدلات التضخم في مصر عاليه مبدئيا، ولكنها بدات في التراجع على اول السنه القادمه. طب وبالتالي اللي بيحط في 14% هيستفيد بسعر فايده حقيقي يمكن السنتين الاخرين من الشهاده اكتر من السنه الاولى من الشهاده. فهو احنا بنقول 14% دي سنويا طبعا، ولكن الشهاده طبعا مدتها 3 سنين. والحقيقه ان البنوك الثانيه كمان والعائد الشهري والبنوك الثانيه ايضا، البنوك الخاصه ايضا كمان طرحت هذه الشهاده. طيب بالظبط حضرتك تسمحي لي اضيف حاجه كمان بعد اذنك في هذا النطاق، يعني ان بالنسبه للبنوك التكلفه بتاعه الشهاده اللي هي السنه 18% مش مجرد ال 18% اللي احنا اللي اعلنوا عنها، مش مجرد دي التكلفه لسبب بس تقني شويه. زي ما حضرتك عارف ان البنك المركزي بيفرض نسبه احتياطي الزامي 14% على كل وديعه، ولكن كل وديعه اقل من 3 سنوات، بمعنى ان البنك الاهلي وبنك مصر لما لموا 750 مليار جنيه هم مضطرين وملزمين ياخدوا 14% من هذه الحصيله يوضعوها في البنك المركزي بدون فوائد، كانها لا تستخدم، فلوس لا تستخدم للطوارئ، فده بالعكس ده بيزيد من تكلفه كمان ال 18%. ولكن لما البنوك دي بتطرح سواء البنك الاهلي او مصر باقي البنوك بتطرح شهادات 3 سنين او اكثر، فهذه الشهادات معفيه من نسبه الاحتياطي الالزامي، فبالتالي تكلفه هذه الشهادات على البنوك اقل كمان مما تبدو عليه. طب يبقى دي تكلفة عالية جدا على البنوك الحقيقة، واوريدي البنوك عندها مشاكل في يعني عندها انخفاض في النقد الأجنبي والصافي الأصول الأجنبية، وده بالتقارير المركزية البنك المركزي وبالتقارير الأجنبية. أنا بقى سؤالي هنا، الفلوس اللي جمعها الأهلي ومصر دول، يعني فيما ستستخدم؟ يعني أنت لو طرحت الـ 14% بلس الـ 18% ممكن ما يفضلش كتير قوي، ولكن هذه الأموال فيما يمكن أن تستخدم؟ زي ما حضرتك عارفة البنوك بتستخدم الحصيلة في حاجتين رئيسيتين، يعني تعتبر في البنوك في مصر بالذات نص الاستثمارات أو نص أصول القطاع المصرفي تقريبا 50% أو 45% موجه لاستثمارات حكوميه سواء اذون او سندات خزانه. ودول ابتدينا نشوف ان اسعار الفايده عليهم بتطلع تدريجيا، وبالرغم ان وزاره الماليه من الواضح انها غير متقبله اسعار الفايده الساريه، ولكن اعتقد تدريجيا يعني في العطاءات القادمه هيبتدي نشوف اسعار الاذون الاذون وسندات الخزانه بترتفع لتعوض البنوك عن هذه التكلفه. ده نص الاستثمار. النص الثاني موجه زي ما حضرتك قلتي للقطاع الخاص طبعا، شركات الحكومه سواء افراد أو شركات. الشركات بتستلف بالكوريدور زائد 2 أو 3% أو 4% بس ده كتير، ده كتير قوي يا هاني، يعني ده رقم ضخم جدا، الكوريدور زائد 2% ده رقم فلكي يعني. أنا متفق مع حضرتك، بس هو برضه لازم نحطه في نطاق التضخم. التضخم سعر الفايدة الحقيقي هو ده اللي الشركات بتقل منه، لكن لما شركة تستلف ب 14% وأقدر أرفع أسعار منتجي ب 15 أو 20% فالشركة لن تتضرر كثيرا. ده نمرة واحد يا ده مليس. نمرة اتنين، ان في مصر يعني لو عملنا كده يعني مقابلة مع رجال الاعمال على اختلاف قطاعاتهم وسألناهم ايه الاهم بالنسبة لكم، سعر فايدة مرتفع لفترة قصيرة ولا سعر صرف متذبذب ومنخفض، هيبقى في اجماع ان سعر الصرف واستقراره اهم بكتير قوي من سعر فايدة مرتفع لفترة قصيرة.